النهارده ده مرحله من مراحل تدشين او تعميم مكتبات مصر العامه المتنقله في كل محافظات مصر. دي مرحله من المراحل لتوزيع المكتبات، ودي مخصصه في الاساس لمحافظات حياه كريمه. يعني ده جزء من دور وزاره الثقافه في تفعيل الشق الثقافي من المبادره الرئاسيه حياه كريمه. في 6 مكتبات متوجهه او في طريقها دلوقتي الى 6 محافظات، 3 في الوجه القبلي هم إنا والاقصر والمنيا، و3 في الوجه البحري هم دمياط والدقهليه والبحيره. في مرحله ثانيه بعد المرحله دي في الخطه الاستثماريه لصندوق مكتبات مصر العامه، وزارة التخطيط رصدت اعتماد ل6 مكتبات متنقلة جديدة. يهمنا جدا ان احنا نعرف اجيالنا الجديدة ايه هي مصر، ايه تاريخها، ايه حاضرها، ايه حتى مستقبلها وطموحها. واحنا لحسن الحظ بنشتغل هنا من العاصمة الادارية الجديدة اللي هي رمز بقى للطموح، رمز لنقلة حضارية تنقل مصر نقلة نوعية جديدة وتنقلنا الى المصاف للدول اللي تستحقها، الدول الكبرى التي تستحقها مصر، وده طبعا طموح القيادة السياسية، واحنا جزء صغير جدا من أدوات تنفيذ الحلم ده على المستوى الثقافي. كل مكتبة متنقلة هي تابعة المكتبة الرئيسية في المحافظة اللي فيها، ولكن هي مش هتتركز في مكان واحد، لكن هي هتجوب كل تقريبا القرى التابعة للمحافظة بقرى حياة كريمة، هتنقل لها المعرفة والثقافة من خلال جدول ممكن تروح زيارة شهرية أو في كل أسبوع، ويبقى أصلا المستفيد من الخدمات دي عارف الميعاد بتاعها الثابت اللي هتروح له، بحيث إن هو يستفيد من كل أوعية المعلومات اللي موجودة. وفي نفس الوقت برضك هتهتم المكتبات دي بإن هي هتعمل قوافل، مراكز استكشافية، مسرح قومي، ربط بين كل تقريبا كل المؤسسات اللي بتهتم بالأطفال من سن 4 سنين لحد سن 16 سنة. مشروع مكتبات مصر العامة المتنقلة الهدف الرئيسي منه تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030، وهو كما دعا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي محور بناء الإنسان المصري. احنا طبعا المكتبات دي الغرض منها هو رفع مستوى الوعي الثقافي من خلال ما تتيحه المكتبات من مصادر معلومات، كتب، وما تتيحه من برامج سيتم يعني اتاحتها لمستخدمي تلك المكتبات في مجال التكنولوجيا، لان المكتبه ديت مش هتبقى قاصره فقط على القراءه والاطلاع، لا دي هتقوم بتقديم خدمات رفع مستوى الوعي الثقافي، تنميه بشريه لمستخدمي تلك المكتبات. الجانب الثالث انها تعمل تطوير للمهارات التكنولوجيه للشباب بالتعاون مع وزاره الاتصالات، لان احنا دلوقتي مثلا بعض القرى اللي احنا هنستهدفها ضمن مبادره حياه كريمه فيها مجموعه من السيدات، والسيد الرئيس بينادي بان احنا يتم تدريب المراه وتحت الفرصه ليها لزياده الدخل الاسره المصريه. لذلك احنا بنتعاون مع وزاره الاتصالات في مبادره اسمها قدوه تك. قدوه تك الغرض الرئيسي منها تدريب السيدات على مهارات الصناعات الصغيره، ده الجزء الاولاني. تاني حاجه بيتم استعانه ببعض المتخصصين في مجال اعداد دراسات الجدوى، جزئيه التسويق، التغليف، ازاي يعملوا ترويج للمنتجات الخاصه بيه مما يكون له عائد ايجابي على الاسره من ناحيه او من جانب زياده الدخل. فطبعا ده المحور اللي احنا بنهتم بيه، الى جانب طبعا موضوع الاطلاع الخارجي، اطلاع داخلي داخل المكتبه والاعاره الخارجيه، مسموح للمستفيدين ان هم يستعيروا كتب خارج المكتبه. المكتبه ديت هيكون لها توقيتات محدده في قرى حياه كريمه، هتبقى ليها زيارات اسبوعيه، وهيتم استهداف بيها مجموعه الاطفال والشباب لرفع مستوى الوعي الثقافي. جميل جدا، لان هم بيجيبوا لنا كتب جميله، وانا بحب ان انا اقرا في مجالات كثيره جدا، ومثلا زي مجال القصص التهذيبيه، وبحب اقرا في العلوم البحته والعلوم الاجتماعيه، وفي قصص كتيره قوي انا بحبها زي قصه عيون بشمه السكر زياده، ان هما بيكلمونا عن ذوي القدرات الخاصه، ومثلا زي كتاب تامر يهزم خوفه ان احنا ليله التنمر وان احنا ما نتنمرش على حد.